الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن رسمياً رفضه المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان وفق قانون وضعته المحكمة الاتحادية في بغداد، ويلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها. فصل آخر من فصول الخلاف بين بغداد وأربيل سينعكس بطبيعة الحال على المشهد العراقي المتشكل من ثلاثة أركان رئيسية: الكرد والسنة والشيعة، الذين يتخوفون على وجه الخصوص من إجراء انتخابات داخل الإقليم وفق قانون وضعه الإقليم لنفسه يتيح لآلاف النازحين الأكراد من سوريا للإدلاء بأصواتهم بعد أن منحوا حق الإقامة والتصويت في الإقليم بحسب اتهامات بعض القوى السياسية هنا لحكومة إقليم كردستان. فيما يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن ما قامت به المحكمة الاتحادية خرق للدستور ومحاولة لتقويض الديمقراطية في كردستان. أزمة دخلت واشنطن على مسار أحداثها بعد إعلان السفيرة الأمريكية عبر موقعها على منصة أكس عن قلق واشنطن حيال ما يجري، وما بين الموقف المتباين بين بغداد وأربيل وغياب الموقف الكردي الموحد يتساءل كثيرون: هل سيجازف الحزب الديمقراطي الكردستاني فعلا بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد وهو يمتلك وزارتين مهمتين داخل الحكومة الحالية و30 مقعدا نيابيا؟ حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.